لايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. مغفرة وتحمل، تعليق جديد من ريهام سعيد بعد مرضها. نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور انستجرام صورة جديدة بعد إصابتها بمرض في الوجه، وأبدت سعيد في تعليقها تماسكا وتحلمها المرض وسط دعوات من متابعيها بالشفاء. كانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت إصابتها بمرض وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على انستجرام. وكتبت ريهام سعيد قائلة: حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعا، فالدنيا أصبحت مخيفة والموت لا يستأذن أحد. وأثار ما كتبته قلق جمهورها، ما دعا الفنانة ريما البارودي صديقتها المقربة إلى الإعلان عن إصابتها بمرض في الوجه وصفته بالخط. بحسب ريم البارودي، شريف مدكور يوجه رسالة لريهام سعيد: طالب الإعلامي شريف مدكور جمهوره بالدعاء للإعلامية ريهام سعيد بعد الكشف عن إصابتها بمرض في الوجه. وقال مدكور في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: الرجاء الدعاء والصلاة للصديقة الغالية ريهام سعيد. حبيبة قلبي يا ريهام، أنا شاهد على كل عمل الخير اللي انت عملتيه في ميزان حسناتك، إن شاء الله أنا واثق إنك هتكوني زي الفل وترجعي تشتغلي أحسن من الأول، يا رب الشفاء لك. وواصل ريهام: قامت بمساعدة ناس كتير، وكم الأطفال التي وفرت لهم العلاج غير عادي، ودائما بتشتغل وبتعمل مجهود، أقل حاجة نعملها هي الدعاء والصلاة لها.